نرجع مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع الاستاذ اشرف ابو جليل مدير عام الثقافة العامة بقصور الثقافة. اهلا بحضرتك معانا، ومعانا الاستاذ علاء الرمحي شاعر المليوني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، نورت. صوم طيب يا رمضان. استاذ اشرف، خلينا نبتدي باهمية دور الثقافة بشكل عام في تنوير الشباب وتنوير الصغارين وتنوير الكبار، نبتدي بالمدخل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الثقافة هي أعتقد أن هي أكبر جهاز وقطاع في وزارة الثقافة بالكامل، لأنها منتشرة أولا عبر كل محافظات الجمهورية، فكل محافظة بها فرع ثقافة أي ما يعادل مديرية ثقافة. صحيح. وهذه المديرية بها عدد من بيوت الثقافة، قصر ثقافة في المدينة، وعدد من بيوت الثقافة في المراكز، وبعض المكتبات أو المواقع الثقافية في القرى. إذن هي بها تكوين أو مواقع ثقافية، قرى، مراكز، مدينة، ومديرية ثقافة اللي هي فرع الثقافة، وتتبع كلها الهيئة العامة لأصول الثقافة. فهي عكس الأبرة حيث القاهرة فقط، أو كل أنشطة وزارة الثقافة معظمها في القاهرة أو يخدم المركز، لكن وزارة الثقافة في تجلياتها الشاملة موجودة في قصور الثقافة. ولهذا هي بها كل أنشطة وزارة الثقافة، يعني إذا كان البيت الفني المسرح في القاهرة فأصول الثقافة فيها مصر، إذا كان هيئة الكتاب فيها نشر. يعني طبعا هي طبعا يعني معنية بالثقافة بشكل كبير في مصر، بس انتوا بتقدموا ايه للمجتمع بحيث انه يبقى في انتشار للثقافة في شتى المحافظات؟ تمام. هي بنقدم كل الوان الثقافة، يعني اصول الثقافة مبنية على اقسام مختلفة، يعني في قسم المسرح يقدم مسرحيات في كل بيت ثقافة، في اعتناء بالمسرحيات اللي بتقدم في المحافظات المختلفة. طبعا لانه لدينا يطلع منهم نجوم توصلهم. لا، هذا ليس دور النجوم، مش دوركم، بس البيت الفني للمسرح. البيت الفني المسرح هو الذي يتعامل مع النجوم، نحن نتعامل مع الموهوبين من المسرح في كل الاقاليم، من مخرجين وشباب وفرق مثل هذه الفرقه التي معنا في الفنون الشعبيه. هذه هؤلاء هم ابناء الثقافه الجماليه، اما او اصول الثقافه. اما الفرق المختلفه والنجوم وغيرها هذا اختصاص البيت الفني المسرح، ورغم ذلك يحدث نوع من التوأمه واستخدام ان البيت الفني المسرح يستخدم قصور الثقافه، يتجول بمسرحياته زي مثلا ما فعل الفنان احمد بدير او غيره او كذا، يتجول في قصور الثقافه بالمسرحيات الكبيره. لكن احنا عندنا مجموعه شرائح مثلا للمسرح، شريحه بيت اللي موجوده في المراكز، وشريحه قصر، وشريحه فرقه قوميه على مستوى المحافظه مثلا. ده في المسرح، في 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 نوادي الادب فيها كل ادباء. وفي اقبال جماهيري على قصور الثقافه حسب النشاط، يعني في هناك انشطه جماهيريه بطبيعتها، يعني فرقه مثل هذه اذا ما عملت عرض بالتاكيد سيحضرها عدد كبير. نشاط ادبي في نادي الادب بالتاكيد ممكن يحضره عدد اقل. ندوة فكرية قد يكون عددها محدود، يعني حسب نوع النشاط نفسه. نشاط للطفل عدد ضخم جدا، وللمرأة الآن في مشاركات ضخمة جدا للطفولة والمرأة، ورش الأطفال تجد يعني عشرات الأطفال في هذه الورش يمارسون أنشطة فنية مختلفة. وطبعا لا أخفيك أن الثقافة العامة وهي جزء أصيل أو إدارة عامة للثقافة في الهيئة تنحى الآن نحو جماهيريا، بأنها تتجه إلى القرى، برنامج اسمه القرى المحرومة ثقافيا اللي ما فيهاش مواقع ثقافية. الآن نسعى إليها بكل جدية، لسه انتهينا في رمضان من الوصول إلى 420 قرية محرومة ما فيهاش أي موقع ثقافي. شارك فيها قرابة 3700 مثقف في ليالي رمضان الثقافية. عظيم. كرمنا 216 مكرم من مبدعي الاقاليم اللي القينا الضوء عليهم وعملنا احتفالات فين؟ في مسقط راسهم، في قراهم. عظيم. حيث احتشد المواطنون مع 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 المبدع المكرم، وعرفوا ان وزاره الثقافه تكرم ابن قريتهم.
لقريتهم واحتشدوا حوله وكذا، في نوع من توصيل الرؤى الثقافيه بتاعت هذا المثقف الى ابناء قريته. تمام. حتى يبقى جسر، حتى تشجيع ليه يعني، وتشجيع للاولاد قريته وجسر لوصول الافكار والثقافه، ويبقى قدوه برضه لاطفال. تعليقه دور جامد جدا في حرب الارهاب والفكر المتطرف ده، انتوا عليكم دور كبير جدا. هذا هو يعني الاساس. لدينا امل غير، لان احنا نرى انه ما يحدث حتى الثقافه امن قومي طبعا، الذي يحدث في سيناء في الفتره اللي فاتت دي والى الان هو كتاب ضال دخل الى بعض الناس فشوش عقولهم. لو كان هناك كتاب يواجهه صحيح. ما فعل ما فعل. فاحنا بنعتبر انه الثقافه امن قومي صح. إذا واحنا بنتكلم على ثقافه احنا عايزين فكر طبعا. فكر في الثقافه طبعا. طيب هنوقف مع الاستاذ علاء الرمحي ونسمع من حضرتك اشعار. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ايضا نستكمل على بدايه مقدمه البرنامج، مصر تعرضت لمحنه كبيره. خرج الشعب المصري في 30 يونيو وتخلص من حكم أساء لمصر وأساء لحضرتها وأساء لتاريخها. صحيح. وعندي رسالة حتى للمثقفين، هذه بلدنا نعتزوا بها ونفتخروا بها، لأن المثقف اللي يهين وطنه أمام الخارج هو في حقيقة الأمر يهين نفسه. عندما تهون بلدك أنت أيضا تهون في عيون الآخرين. صحيح. السياسة البعض يخلط بينها وبين الوطن، السياسة وجهات نظر. الوطن ما فيهش وجهات نظر خصوصا في الأوقات الصعبة. صح. وجهات النظر في الأوقات الصعبة في الوطن أحيانا ترقى لدرجة الخيانة. فعندي نقول كل من يسمع كلامي ينتهي بنفس العبارة، جنب الشعر السياسي وانتقي فكرة بديلة. قالها لي أمس صاحب له مكانة واعتباره، يا أخي يكتب على الخليل اللي تبرى من خليل أو عج روحه وعلى الدموع وعلى البداوة والحضارة، والله يقل للتجارب في الحياة وقل حيلة. قال لي أخوك ناصح وانت تفهم بالإشارة، قلت عندي من الحكاوي ما يعادل ألف ليلة، على البعيد وعلى القريب وعلى الأمل بعد انكساره، وقيس ليلة وقيس لبنى وعنترة وقصة دليلة، والزمن عرضه وطولة ضقت حلوة والمرارة، يوم يرخي لي حبلة ويوم حبلي يرتخي له، والشعر بحر يتراوح بين مدة وانكسارة، والنزلت نجيب لولا ما نعاود بالهزيلة، بس ماني شهر زاد اللي تسلي في الصهارة، عن حكي بو زيد هاجر ويش هي سبت رحيلة، والوطن ما هناك غيره شي يدعي للإثارة، في الوطن حلمي وعلمي والوطن غاية ووسيلة، في الوطن حلمي وعلمي والوطن غاية ووسيلة، والشعر يحلم معايا في وطن يملك قراره، في وطن يحمي شعوبه، في وطن يحمي نزيله، في وطن من قوباسة ملعد ويحمي جواره، وانت غزل في شموخه وعزته وصفوف خيله، والجريح يطيب جرحه، والغريب يجي لداره، والحبيب إن غاب عادي ينتسى وتلقى بديله، بس من يفقد دياره يا علي يفقد وقاره، وين يمشي بالحبيبة والقريبة والحليلة، والوطن حتى انجفانا في جوانحنا قراره، وكل غالي ليه يرخص في رضاه وفي سبيله، والوطن حتى تراب الجبهتي عز وطهارة، والوطن فوق الجماعة والسياسة والقبيلة، وللوطن عشقي وشعري هو سفير وناصفارة، وللوطن من بعد ربي بس راسي تنحنيله، والوطن من بعد ربي بس راسي تنحنيله وسلمت. جميل. الله عليك. والله كلام سلم. موزون. هذا شعر بدوي. أنا محامي ولكن أنا أعتز بثقافتي، نكتب بها، وأينما ذهبت خارج مصر هذه بلدنا نعتز بها ليحترمنا الآخرون رغما عنهم إن لم تكن بإرادتهم. صحيح. حياتك لخصت الكلام كله بالكلام الجميل اللي حياتك قلته ده، كل اللي احنا عايزين نقوله حياتك قلته. تسلم. في القصيدة الجميلة دي بجد يعني. تسلم. تحياتنا بجد. الله يبارك. تسلم. الله يبارك فيك. طيب احنا عشان الوقت بسرعة عايزين نلحق نسمع الفريق.
بس استاذ عبد الناصر رسم لوحتين النهارده، لوحه الاسماعيليه ما لحقناش ان احنا نتكلم عليها، ولوحه الفيوم. هي لوحه الاسماعيليه اولا انا عبرت بيها عن ان في حياه، يعني ال ال الميزه الجديده في المشاريع الجديده نعرضها خير يا استاذ عبد الناصر، نحطها نشوفها عشان الناس بتشوفها فيها حياه. ايوه عبرت عن ان اي مشروع جديد النهارده بيتعمل طبعا المايه هي اساس الحياه، فبنشق ليه ترع وبنشق ليه حاجات خاصه بالمياه وبالحياه، وفي نفس الوقت بيتعمل مدن جديده، يعني سكن، مش كفايه ان انا اروح ازرع ارض في الصحراء، لا هو بيعمل لي مجتمع مدني كامل بحيث ان انا اقدر اعيش واتعايش معاه هنا. تمام. طيب لوحه الفيوم سريعا. طبعا الفيوم بتعبر عن جماعه كل الجماليات اللي في الفيوم اللي انا بحب ان انا اشوفها في لوحه واحده، بحيث ان هي تديني المكنون الكامل بتاع جمال الفيوم، وهي طبعا الشلالات الشهيره في كل مكان هناك، وفي السوائي، وفي طبعا ابراج الحمام الشهيره برضو هناك، والاراضي الزراعيه. يعني حاولت ان انا اشمل جمال الصعيد كله في الفيوم. جميل. احنا بنشكر حضرتك ودايما اهلا بحضرتك معانا في مصر جميله. ولسه هنختم طبعا مع لسه هنسمع. طيب الفرقه الاول هنسمعكم في اغنيه ونرجع مره. اتفضل. فكرني ولا لا دورة فاري دي مولة دورة فات دورة فات دورة فات دورة فات سمح العظام دور فاكرني ولا لا دورة فات مراد مولة دورة فات. ظلت غيبته وعقلي مو ناسي غيبته يا عالم ظلت غيبته وعقلي مو ناسي قصته في الاحلام جبت سيرتك فز بغطى وناض عقاب الليل بكى الدورة فاري دمول الدورة فات الدورة فات سمح العطاس عم فاكرني ولا لا
سيافي يريد يبون الدور مسيافي الدور مسيافي عليهم راي طل ريفي وخايف يريد يبقى جيفي وينسى الحب اللي مضى الدور فام راضي مول الدور فام ولا لا الدور أبا مراد مول الدور أبا الدور أفا سمح العضاز عم فاكرني ولا لا دور أفا ريد مول الدور أفا أستاذ علاء حيك فاهم اللهجة يعني؟ طب إيه معناه إيه؟ والله أنا طبعا اللهجة بالنسبة لي مفهومة بس أنا لهم حتى نصيحة على الهواء لما ننزلوا القاهرة والمدن والمجتمعات اللي ما تفهمش اللهجة البدوية الأصيلة أو اللي لها خصوصية نختاروا الكلمات البسيطة اللي هي يفهمها جميع المواطنين كيف الأغنية الوطنية اللي بدأت في الأول فتبقى سهلة حتى على المستمع وأفضل ليك. طب أستاذ أشرف كانت الأغنية بتتكلم عن إيه؟ لا أغنية غزلية عاطفية تتحدث عن حبيبته ذات الشعر الطويل جميلة الأعضاء يعني جميلة الجسد وعن قصتها معه يعني هي أغنية مفهومة للبداية ولكني مع نصيحة شاعرنا الكبير أستاذ علاء الرمحي شاعر مهم في العالم العربي نصيحته يا ريت ياخدوا بيها لانه بالفعل نحن نريد ان تصل كلمات البداوة الى كل مصر تمام. ان شاء الله باذن الله اسمعي مش هتسمعي الاربع الجاي عشان خلاص مسحراتي الاربع الجاي ان شاء الله العيد يعني ان شاء الله نسمعه انا متفائل وانت طيبه احنا نشكركم شكرا جزيلا نورتونا اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحيد الدايم السعي للصوم خير من النوم دلال سمحة نجومها سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى وحيد الرزاق